دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك تك تيك تك تيك تك تيك تك. العوافي من ديمقراطية. البنتاغون الأمريكي أعلن أن قوات التحالف قصفت لغاية اليوم 5000 إنبلي على داعش. هال 5000 إنبلي ما خوفوا داعش قد ما رشاشين كلاشينكوف خوفوا فرنسا وكل أوروبا مبارح. العوافي للرئيس باراك أوباما. العوافي. معقول إنكن قصفتوا داعش بخمسة آلاف إنبلي وبعده هالتنظيم الإرهابي قوي مثل ما كان؟ يا تنظيم داعش بعده قوي لأنه الخمسة آلاف قنبلة ما انفجروا كلن، انفجر منهم 2500 قنبلة فقط، وأخذ داعش 2500 الباقيين وقصف فيهم سوريا والعراق وكوباني. وما عرفتوا ليش 2500 انبلي ما انفجروا؟ بلا، لأنه كنا نزتهم بالباراشوت. شكرا أوباما، وبنقول العوافي للرئيس السوري بشار الأسد. العوافي. ما سمعنا تصريح رسمي سوري بيستنكر العمل الإرهابي اللي ضرب المجلة الفرنسية شارلي إبدو، ليش؟ شنو هول الدواعش اللي قتلوا رسامي الكاريكاتير؟ لما يهجمونا بسوريا فرنسا وهولندا بيسموهم صوار وبيدربوهم وبيعطوهم سلاح تيهجمونا، فشلون بيكونوا عنا صوار وعندهم إرهابيين؟ مو عم نفهم. شكرا للرئيس الأسد والعوافي لأول مرة بديمقراطية للرئيس السابق ميشيل سليمان. بالعوافي وشكرا لأنك استضفتني ببرنامجك استشربي. هيدي واجباتي الإعلامية. امبارح مع بولا يعقوبيان أصريت أنك رفضت كل إغراءات التمديد، فشو هي هالإغراءات؟ إغراءات كتيرة وعديدة ومتعددة، تعدادها هلأ بده عدد كبير من الدقايق. اللي كان يجي يفاتحك بالتمديد شو كنت تقله؟ ما كنت خليه كمل الكلمة، أول ما يقول تم تكون إيدي صارت على تمه وسكته. تج تج؟ يعني كنت تتجه على تمه ليسكت؟ لا، كنت أقله قول تج وما تقول تم. تجديد مش تم، تمديد. يا شي يحرز يا بلا. يحكى انك عم بتفكر بتأسيس حزب سياسي. هناك فكرة بعد ما تبلورت، عم استشير بعض الأصدقاء وبلورها معهم. مين هني هالأصدقاء؟ رئيس حزب السلام رجاء الدي، رئيس حزب التضامن إيميل رحمة، ورئيس حركة التغيير إلي محفوظ. وضحت الصورة. طيب بعدك متمسك بالمعادلة الخشبية؟ طبعا، وكلمة إلها عم بتخشي بزيادة، وأنا بتوقع أنه قريبا في حدا بده ينجر لهم هالخشبة. هيدا توقع خطير. شكرا للرئيس سليمان، وبعد الإعلان عاصفة جديدة بتخوف إدمي على لبنان بعد كم يوم. منتابع ديمقراطية. مجلس الوزراء كان منعقد اليوم وأغلب الوزراء خرجوا من الاجتماع وخبرونا عن العاصفة اللي جاية بعد زينة تضرب لبنان. خلونا نشوف قوتها ومصدرها واسمها، وبكرة بشوفكن. معالي الوزير يا استاذ بطرس. لحظة، أكيد بدكم تعرفوا أجواء مجلس الوزراء، كل الحديث كان عن العاصفة، ماشي جديد. شكرا استاذ جبران. معالي الوزير، بدكم تسألوني شو صار بجلسة مجلس الوزراء؟ نعم، كل المناقشات كانت عن العاصفة اللي رح تضرب لبنان. شكرا. تضرب لبنان. معالي الوزير، شو صار بمجلس الوزراء؟ الجلسة اليوم كانت بامتياز جلسة عاصفة، قصدي جلسة عن العاصفة اللي يتوقع انها تضرب لبنان بعد 9 ايام. شكرا. عاصفة؟ نعم، الأرصاد الحكومية توقعت أنه تضرب لبنان عاصفة ب17 الشهر. كمان اسمها زينة؟ لا، اسمها زبالي ومتمركزي فوق مطمر النعمة. طيب، والرئيس تمام سلام شو بده يعمل؟ الرئيس سلام؟
بطيء. دوما دوما تك دوما دوما تك أحلى برنامج من دون شك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي الحقيقة من دون عك. دوما دوما تك دوما دوما تك لغز السياسي عنده الفك. دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي بجرأة ولا مرة لك. دوما دوما تك دوما دوما تك بننطر وقته تيك ورا تك 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 تيك 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 تك تيك